باخد دايما 5 جوائز يعني طول الوقت اي فيلم باخد فيه بالخمسات كده يعني. طب اعمل فيكي ايه انا دلوقتي؟ ولو قلتلك هتعملي ايه؟ انا هدعيلك اول واحده اول ما اشوف الكعب. تحبي ادعيلك بايه؟ طبعا مباركك الاول على رحله 404 وترشيح الاوسكار، الف مبروك. الله يبارك فيك. نتمنى طبعا نوصل للادوار العليا يا رب يا رب يا رب. حابب اعرف منك بقى كمنتجه واحد اعمده الصناعه في مصر، شايفه ليه ما بنكملش في الاوسكار؟ بجد ما اعرفش، سالت نفسي كتير، وخصوصا ان الاوسكار اللي بنشوف الافلام اللي عاده بتكسب ما بتبقاش يعني الاراء كلها بوزيتيف عليها، ده بالعكس النيجاتيفيتي عليها بتبقى اكتر. احنا بنعمل شغلنا كما يجب وبتيجي كده، فما اعرفش. المنتجين في مصر دايما عودونا انه انا منتج اذا لازم اكسب. شهناز وهي بتشتغل بتفكر ان انا بعمل فيلم للجمهور عشان اكسب شباك، ولا بعمل الجمهور بعمل فيلم علشان اخد جايزه؟ لا، هو انا بعمل شغلي، وكل يوم الصبح بصحى بقول شكرا يا رب ان انا بعمل الشغلانه اللي بحبها واللي بستمتع، وهي كلها مشاكل، وكل يوم ببقى متوقعه اني اتحمل الخساره بصدر رحب، ولما بكسب دي اللي بتبقى المفاجاه. ما هو ما ينفعش ما اكسبش فلوس، لان انا لو ما كسبتش فلوس مش هقدر استمر، لان في الاخر في النهايه دي اسمها صناعه، محدش بيكسب طول الوقت، مفيش، دي ما حصلتش في الدنيا. الفلوس تبقى مكسب، بس هي في مكاسب كتير قوي غير الفلوس بالنسبه لي انا. يعني انا لو عملت فيلم كسب فلوس رهيبه وكان بيديوكر، انا هتكسف من نفسي قوي، وانا بتالي دي لا تكيل بتمن بالنسبه لي. شاهيناز دايما بيتقال عنها دخلت فيلم هياخد جايزه. باخد دايما 5 جوائز يعني طول الوقت اي فيلم باخد فيه بالخمسات كده يعني، عارف. انا دلوقتي اصحابي في الفيلد بيعملوا ايه لما باخد جايزه، وخصوصا جايزه الجمهور اللي بحبها قوي 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 قوي، بيقعدوا يقولوا لي ايه ده، والله ده انت شكلك وشك حلو على الافلام، بيبقى مش عاجبهم افلامي طبعا، بس يمكن عشان والله بنجتهد ولكل مجتهد النصيب. اكتر فيلم مكسب شاهيناز ماليا؟ رحله 404 طبعا. يعني نقدر نقول رحله 404 عمل المعادله الصعبه انه جاب فلوس في شباك التذاكر وكان بيترشح لجوائز. طبعا. بالنسبه لعالم الافلام دايما بيتقال ان المنتجين هم السبب، يا اما في تجويد الصناعه او في افساد الصناعه، هل انت متفقه مع الجمله ديت؟ لا، المنتج جزء، المنتج جزء من العمل، العمل ده فيه انت بتشوف التتر عليه كام اسم، كل الاسامي دي مسؤوله عن العمل، مفيش حد مسؤول لوحده، فالمنتج المنتج ماله، المنتج جزء من العمل. حابب اعرف بقى قولي مشروعاتك الفتره الجايه شغاله على ايه؟ احنا دلوقتي بنحضر لفيلم للفنانه، يعني خلاص اوريدي ابتدينا تصوير فيلم الفنانه منى زكي اسمه رزق الهبل، وعندنا فيلم تاني مع الفنان اكرم حسني، مش هقول هو ايه عشان اكرم ما يقتلنيش، وفي مسلسل داخلين على طول نصوره. اكشولي مسلسلين.